نم نم يا سعيد، ليرحمك الله يا بني. ليت المنية ما عرف الدرب خلي، ليت المنية ما عرف الدرب خلي، أو ليت هايتني، ليت هايتني قبل لا توافي. هنا لا عويل لا بكاء، هنا ينتهي كل شيء. ماذا؟ من أنت؟ من أنت؟ هنا السكون، الموت، هنا ينتهي كل شيء. ينتهي كل شيء، نعم، تنتهي الأحلام، الأماني، ولكن من أنت؟ إنه وباء، ابتلاء لا راد لقضاء الله. ما الذي جاء بك؟ لم يعد لدي أحد. وتأتين للموت؟ هنا لا يأتي إلا المحمول على الأكتاف. بالأمس حملوه على الأكتاف إلى هنا. اشكر الله أن سخر له من يحمله. اذهبي يا سيدتي، اذهبي. ليت المنية ما عرف الدرب خلي. هذا لن يفيدك بشيء، ودعيه وارحلي، ودعي الله أن تجد من يحملك إلى هنا عندما تحين ساعتك. يا الله يا الله، لا إله إلا الله، متى يتوقف؟ متى يتوقف؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم اغفر، اللهم اغفر له، لا إله إلا الله، اللهم اجعله من الله، اللهم اغفر، اللهم اغفر. هل أنت من يحفر القبور؟ هل مداوي؟ نعم، أنا المداوي، لما بقاؤك هنا؟ كان كل ما تبقى لي، كل ما ادخرته للسنين القادمة، حياة انطفأت، وسكون لا يجرحه إلا عويل هنا، وصراخ هنا، خراب، كل شيء استحال لخراب، الحياة انسحبت من كل شيء. وما جدوى بقاؤك هنا في هذه المقبرة؟ لا، لا تقل ذلك، الوادي ليس بمقبرة، إنه الوادي، الوادي، وادي السيل ليس بمقبرة. الآن أصبح سيل المجدورين. ابتعدي، ابتعدي، هنا الجدر في كل شيء، في التراب، في الماء، إنه يطير مع الهواء. اذهبي يا سيدتي، اذهبي بعيدا وانتظري مصيرك. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدتي، انك تسيرين للموت، ارحلي قبل ان تصابي. ليت المنية معروفة الدرب خلي، او ليت هايتني قبل لا توافي. يا سيد، يا سعيد، يا يبرتي عقبك أنا مني، والمن بقول جروح شعري وقوافي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا لن يجدي. اذكري الله واستغفريه، اتركي هذا المكان. اتركه، اتركه وأذهب إلى أين؟ إنه يرقد هنا. ستلحقين به، الجدري يحصد أرواح الناس فقط عندما يحين وقتك. لو كان الأمر بيدي لما فارقته لحظة واحدة. كلنا ننتظر، ننتظر. يا سعيد، يا يبرتي، عقبك أنا من لي،
والمن بقول جروح شعري وقوافي. شو اللي بقى من عقب عينك يسلي غير هاليسد يا سعيد والجرح خافي؟ هذا لن يعيده، لن يعيده. غدا وفي صباح عيد القادم ستسمع غناء البنات ينبعث من هذا الوادي. نعم ستدك أقدامهن تراب هذا الوادي، سيغنين للمطر، العيد سيأتي بالمطر والمطر سيأتي بالعيد. يا الله، عن أي عيد تتحدثين؟ هل أنت مخمولة؟ كم طرقت هذا الوادي أقدام تتغنى بالعيد. بيننا وبين تلك الأيام مقبرة تتسع تتسع، أصبح السيل سيل جثث لا سيل ماء. سوف يعود، سوف يعود، نعم سوف يعود كل شيء كما كان. نعم، بعد أن يحصد الكثير من الأرواح. سيأتي يوم العيد، يوم المطر. سيأتي، نعم سيأتي، بعد أن يحصد أرواحا ويتم أطفالا ويرمل نساء. إنها رحمة، الرحمة. امرأة غريبة الأطوار. لا تفعلي هذا، هل فقدت عقلك؟ ابتعدي من هنا يا حصة. عرفتني أيها المداوي؟ من منا لا يعرف الآخر؟ عرفتك وأعرف سعيد ووالده رحمة الله عليهما. فقط أنا وهو. ذهب والده للبحر منذ زمن بعيد ولم يعد. كان سعيد يتأهب للرجولة، يحلم باليوم الذي يرث فيه مجد والده، لكنه ذهب، ذهب. كان الأمل الباقي لا أحد لي غيره. قلت سيبقى الأمل والحلم، ولكنه ذهب، ذهب، ذهب. يرحم الله الجميع، لكنك غير مصابة. اختار من اختار وتركني أتجرع مرارة وداعي. لا يزال الجدري بعيدا عنك، فلماذا البقاء هنا؟ وماذا أفعل هنا؟ سيدي ينام هنا، كيف أبتعد عنه؟ ولكنها إرادة الله يا أم سعيد. أعرف، أعرف، أعرف. هنا أكثر سلاماً، أكثر هدوءاً، لا صراخ ولا عوي. نعم، نعم، الحكاية تبدأ هناك بالصراخ والعويل وتنتهي هنا بهدوء وسكون وبسرعة فائقة. توقف، توقف يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا الله، يا رب، الله، يا الله، يا سعيد وينك؟ يا سعيد وينك من مواسم حياتك؟ ليش سبق القفال دشات حلمك؟ ليت المنية اللي على الوقتياتك يتني قبل لا أسمع بيوم علمك. استغفر الله، استغفر الله.
كل شيء مكتوب. ليت المنية اللي على الوقت ياتك يتني قبل لا أسمع بيوم علمك يا سيد. نواحك لن يجدي، لوعتك لن تعيد من ذهب. كان يسألني عن أشياء والده، يعرف أنه سائر على ذات الدرب. كنت خائفة من نموه، أعرف. أعرف، أعرف أن الوقت سيأتي وسيذهب حيث ذهب والده. منذ أتى إلى هذه الدنيا وأنا أخاف عليه من البحر، من غوص الأعماق، تلك الأعماق التي أخذت والده. لم أعرف أن هناك ما هو أقسى من البحر وأعماقه، أقسى من كل مرار الحياة. يا أختي، يا أختي، أنت غير مصابة ووجودك هنا. من أكله الجدري ومات كان مصابا ولم يعد كذلك. أما أنا، أنا فمصابة وسأبقى مصابة ما بقيت أنفاسي. إنه هنا في هذا الوادي، كان فوقه والآن أصبح تحته، وكان يصطاد الطيور هنا ويلعب مع أصحابه هناك، يشاهد الفتيات وهن يغنين هناك. والآن نعم، كنا نسمعهم في العيد، أصواتهم تشق عنان السماء فرحة مبتهجة بجريان السيل. والآن لا صوت غير العويل والبكاء. غيم غيم عندنا وربط حصانك عندنا. يا غيم غيم عندنا وربط حصانك عندنا. نعم، العيد والمطر والسيل. الآن الموت، الموت يحيط بكل شيء. لا غناء، لا هزيج، كلها تحت تراب هذا الوادي. يزداد عدد الموتى ويقل عدد المشيعين، له ما أعطى وله ما أخذ. اذهبي يا سيدتي، ابتعدي عن هذه المقبرة. قلت لك ليست مقبرة، بل هو الوادي، الوادي. غدا سينهمر المطر ويغسل ترابه، وسيأتي العيد وتعود تلك الأهازيج. يا غيم غيم عندنا. ولكن يا سيدتي، إلى أن يأتي ذاك الوقت سيموت من يموت، وسيولد آخرون وآخرون وآخرون. كل يوم ينبعث الصراخ من بيت. السير اتجاه المقبرة، أقصد الوادي، لا يتوقف. الموت يجول بين عباد الله. كان ذا قامة مديدة كأنه والده، بل يخيل لي أنه أطول من والده. تعرفه؟ كان يقول والدي بحار معروف، جاب البحار وخبيرها،
كان سيد الغواصين. عرفت والده أيضا رحمه الله، كان يقول لي كلما التقينا: لماذا لا تتزوج أيها المداوي؟ هل أنت عنين؟ كان يحضر نفسه لأن يكون مثل والده، ولكنه ذهب. سيذهب ناس كثر، انجي بنفسك واتركه هنا للوحشة وصمت هذا الوادي. قلت إنه ذهب، هو الآن لا يكترث بهذا الوادي ولا بصمته. كان الأيام القادمة عكازي في الكبر، كنت أحلم بأولاده، ولكنه ذهب ذهب، يتوسد هذا الوادي وينام. يا مسعيد يا أم سعيد، أنت غير مصابة، انجي بنفسك، اهربي من هذا الوباء اللعين. ولماذا لا تهرب أنت؟ أنا؟ نعم أنت، أنت غير مصاب، فلماذا تبقى؟ أنا نعم أنت أيها المداوي، ماذا تفعل هنا؟ أليس لك أحد هناك؟ هل فقدت عزيزا جئت خلفه؟ ليس لي أحد هناك، وليس لي أحد هنا. لماذا لم تهرب طالما أنه ليس لديك أحد؟ أهرب؟ أهرب إلى أين؟ الموت يتجول بين الناس، لا يميز بين غني وفقير، بين ذاهب وعائد. لا مهرب، لا مهرب. تطالبني بالفرار وأنت مقيم في هذا الوادي وليس لك فيه أحد؟ انظر انظر، هذا كان لي وأنا له، وتطالبني بالفرار منه؟ قلت لك ليس لدي من يهتم بأمر. وأنا كان لي ولي، لكنه أصبح هنا تريدني أن أهرب منه. جئت إلى هنا حتى لا أكلف أحداً معاناة حملي. في طرقات المدينة جثث متعفنة لا يقترب منها أحد. تخاف الموت؟ لا لا، لا أريد أن يحرقني الناس بدل أن يأخذوني إلى هنا. الخوف أفقد الناس عقولهم، أو ربما رموني في البحر إن أشفقوا علي من النار. لا من يصلي علي ولا من يذكر اسمي. من مات ذهب حيث لا جدري ولا صياح. لا أريد أن يكون مصيري مثل مصير جاري السقار. سمعت أنينه ليومين يومين، وبعدها لم أعد أسمع شيئا، فقط رائحة كريهة تنبعث من غرفته المجاورة لبئر الماء. مسكين، هو أيضا ليس له أحد. يا الله يا الله يا الله، متى يتوفى؟ متى يتوفى؟ يا الله يا الله، متى يتوفى؟ يا الله. سعيد يا سعيد، لا تنطر ظوام تحريت، ماتت حراوي من ترجى لزيمة. يا سعيد يا سعيد، بعدك بالوسيع ما خطيت، ولا عرفت من حكمها غير ضيمة. الأول الأول تحوفك عين، إن رحت ونيت، واليوم لا إن شاء الله ولا والغنيمة. تخاف وأنت مداوي كل أهل المدينة؟ ليس بيدي شيء، لا دواء لمثل هذا الوباء، لا مهرب. أشفقت على نفسي
ليس لي ولد أو قريب. أتيت إلى هنا وعندما يصيبني هذا الداء اللعين وتحين ساعتي لن أكلف أحدا شيئا، سأموت قرب الميتين. هل هم الموتى أم نحن؟ ليتني مثلك، ليس لي أحد. كان لي هناك، كان لي. هناك أين؟ بعيد خلف الجبال. كان لي أهل، بيت وزوجة. ربما لم يصبهم ما أصابنا. كانت لي زوجة، زوجة أحببتها كثيرا. ولماذا هجرت تلك الحياة؟ كنت مولعا بها 10 سنين وأنا سعيد بها، وكنت أعتقد بأن الله يحبني كثيرا عندما منحني تلك الإنسانة الرائعة. ولكن 10 سنين لم يسفر ذلك الزواج عن شيء، حتى أصبحت حديث الناس. كانوا يصمونني بعدم الرجولة. تركتها وتركت أهلي وبلادي ورحلت. هم الخاسرون. ماتوا في قلبي منذ زمن بعيد. لم يقتلهم الجدري ولا أي وباء آخر، بل قتلتهم كلمات كانت تنتقص من رجولتي. نفيتهم من حياتي، أصبحوا في عداد الموتى. وفي طريقي إلى هنا علمني حكيم الجبل بعض أسراره في علاج الناس. أتيت من الجبال البعيدة؟ من خلفها. حدث ذلك من سنين بعيدة، وها أنا ذا أنتظر. أمرك غريب أيها المداوي. ومن منا ليس بغريب؟ اقتلهم بداخلك. ليتني أستطيع. تحملين ذكرى من يحبك وتحبينه، إذا اطلبي له الرحمة بدل جلوسك هنا. أتركه؟ كنت تقولين غدا يأتي العيد وتعود لها زيج. نعم، سيأتي المطر ويجري السيل غاسلا كل المآسي، وتعود أصواتهم البهيجة تملأ سماء هذا الوادي. متى؟ لكل أمر نهاية. سوف يذهب من يذهب ويبقى من يبقى، وتستمر الحياة. ليس لي أحد خارج هذا الوادي. سيد ينام هنا. يا الله، لم يدفنوهم هناك في مقابر الديرة. يخافون العدوى، يخافون من الموتى. جاءوا بهم إلى هنا بعيدا عن المدينة وجعلوا من وادي السيل مقبرة. كان يتلهف لليوم الذي سيركب فيه السفينة ويبحر معهم تجاه اللؤلؤ. شغلت نفسي بالبحث بين الفتيات عمن ستكون عروسها. تحملين الكثير من الذكريات. اذهبي قبل أن تصابي بهذا الداء. عيشي لذكرياتك الجميلة. ادعي له بالرحمة والمغفرة. وأنت؟ أنا أنتظر. عجيب أمرك، تطلب مني الهروب والفرار من هنا وأنت متشبث بهذا المكان؟ قلت لك ليس لي أحد يسأل عني، وليس هناك من يبكيني. لا، لن أتركه حتى أنام بجواره. وأنا سأنتظر، لن أتعفن هناك وحيدا ولن أحرق في الطريق.
ربما توقف هذا المرض اللعين عن قتل الناس. ربما. أو لعله اكتفى بمن آخر. يا رب. هل شاهدت ذلك؟ الوادي تصدع من كثرة الحفر فيه. الخوف من هذا الوباء جعلهم يحفرون حفرا صغيرة ويهيلون عليها التراب ويهربون سريعا. يهربون من الموت. وأنا أتمنى. لا 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 تقولي ذلك. استغفر الله استغفر الله. ها. ماذا؟ إنه أمر مغاير. الحركة مستمرة. بسم الله بسم الله بسم الله. ماذا؟ القبر يتحرك وكأن ساكنه عاد للحياة. انظر، هناك شيء يخرج من بين الصخور. يا إلهي، إنه ساكن القبر يحاول الخروج منه. وكيف لميت أن يتحرك؟ ربما خيل لنا. كيف والقبر لم يتوقف عن نثر حجارته؟ ما الذي يحدث؟ رحمتك يا الله، رحمتك يا الله. إنه الميت يحاول الخروج من قبره. دعنا نرحل من هنا. لا 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 إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا تفعل؟ ألا تخاف؟ رحمتك يا الله. لا إله إلا الله. رحمتك يا الله. رحمتك يا الله. رب الرحيم. لا إله إلا الله. والله. رحمتك يا الله. لا أستطيع البكاء. لا أستطيع. لم أعد أتحمل. لم أعد أتحمل. مكثت طويلا. لنرحل من هنا. إنه مجنون حي ويتكلم. سأرحل أيها المداوي. لا 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 تخاف. لا تخاف. أنا مجنون. وكنت أعتقد أنني سأموت خلال وقت قصير، لكنني لازلت هنا. ومن دفنك وأنت حي؟ تتحدث معه؟ ربما هو من سكان الأرض. يا رب يا رب، ماذا يحدث لنا؟ في بيتنا لم يصب أحد خير. إنه المؤذن، المؤذن الأعمى. ما الذي جاء به إلى هنا؟ عندما وصلت ضعوني في غرفة وأوصدوا الباب. منذ ذلك اليوم لم ألتقي بأي منهم. ومن هم؟ أبنائي وأحفادي. يقف أكبرهم بباب غرفتي كل صباح. عندما يجد أنني لازلت حيا يقذف لي بعض التمر وينصرف. وهل هم من دفنك وأنت حي؟ لا لا، وأسمعهم وأنا في محبسي تحدثون عن الرحيل والهروب من هذا الوباء. إذن كيف جئت إلى هنا؟ سمعت أحدهم يقول لنتركه تحت رحمة الله ونفر بأرواحنا وأطفالنا، وآخر قال لننتظر بعض الوقت فهو عجوز ولن يقاوم. ولكن كيف حدث ما حدث؟ أنت مجنون ومنذ لحظات كنت في عداد الموتى. نعم، هذا ما كنت أمله، ولكن انتظرت طويلا بلا جدوى. الآن أتمنى أنهم رحلوا، نجوا بأعمارهم. الآن لا يهم أن أكون فوق الترابي أو تحتها. لا تقترب أكثر. كيف مكانك؟ نعم، نحن غير مصابين. أعرف وأعرف أن المسعيد ودعت وحيدة. تدري لم يبقي لها أحدا، ولكنها قررت البقاء بجانبي. وأعرف أنك تخاف أن تصاب وتموت وحيدا ولا تجد من يأتي بك إلى هنا. كيف عرفت ذلك؟ كنت أسمعكم طوال الوقت. كل منا له أسباب. حياة واحدة والموت واحد. ولكن من أتى بك إلى هنا؟ وكيف دفنت وأنت حي؟ ازداد صراع أبنائي وبناتي، وأنا في تلك الغرفة ولا أحد يلقي نظرة علي. ازداد صراخهم، ازداد خوفهم. كل البيوت حولهم نادبة صائحة.
أصبح نقاشهم أكثر حدة، وازداد عدد الراغبين في الرحيل وتركه. وماذا حدث بعد ذلك؟ إنه يقترب منا، سأترك هذا المكان، شكله مرعب. أكمل حكايتك ولا تقترب أكثر. أنا أعمى يا أم سعيد، أعمى. ولكنك مجذور. ساكن هذا الوادي كلهم مجذورون، هم تحت الأرض لا فوقها، فقط لا تقترب منا. لا أريد أن أموت. انتظري، ما هو مجذور سأموت هنا. انتظري، حفظت طريق المسجد طوال حياتي وأنا أسير في ذاك الدرب 5 مرات في اليوم، حتى سموا ذاك الطريق درب المذل. كان المداوي ينصحك بترك هذا المكان، فلماذا لم تهربي؟ الآن فقط نريد أن نعرف كيف دفنت وأنت حي. كنت أتمنى أن يتركوني ويرحلوا، لم أجد حلا غير أن أغمض عيني وأصلب جسمي وأصرخ. وعندما فعلت ذلك سمعت باب القرفة يفتح، عندها أصدرت الحشرجة أعلى وأخرى وسكنت. أوهمتهم أنك مت. ولماذا؟ لم أرغب في تعطيلهم، لماذا أصبح عقبة في طريق نجاتهم؟ وصدقوا ذلك؟ صدقوا أنك مت؟ نعم، كانوا يتمنون تلك اللحظة. وصدقوا أنك ميت؟ بقيت هناك أياما والجدر يفتك بي، لم يقترب مني أحد. أتريدينهم الآن أن يفعلوا ذلك؟ بعدها سمعت ابنتي الكبرى تقول الحمد لله لقد ذهب، ارتاح وأراحنا، وقال ابني فلنعجل بدفنه ونرحل. يا للقسوة، وأنت حي. أنا عجوز أعمى ومجذور، دعوت الله أن ينجيه، ومثل كل الذين حولكم في هذا الوادي يأتون بهم والخوف يقودهم، يحفرون على عجلة ويدفنون بعجلة ويهربون خائفين أن يعلق الجدر بأديالهم، يغتسلون في البحر ويعودون لبيوتهم وينتظرون من سيموت. لماذا لم تستسلم لمصيرك وتبقى حيث أنت؟ وهل تعرف أنت مصيرك أو مصير المسعير؟ أنت من قرر أن يموت. أستغفر الله، أنا ابتعدت عن طريقهم، لم أجد وسيلة أساعدهم بها غير تلك. وتدفن وأنت حي؟ لم أجد وسيلة لمساعدتهم غير تلك. ولم تغسل أو تكفن؟ ولم يصلى عليك. وكم بقيت هناك في ظلام القبر؟ ظلام القبر، أنا أعمى والأمور سيان عندي، قضيت هناك ليلة واحدة، غايتي أن أبتعد عن طريق هروبي. ولكنك مجذور منذ زمن بعيد، كل الناس يعرفون أنك مجذور. نعم، حدث هذا الوباء قديما، كنت طفلا عندما أصابني، فقدني بصري ولكنني عشت. نعم، وهذه هي المرة الثانية. وماذا يعني ذلك؟ الجدر يصيبه للمرة الثانية، وهذا يعني أنه لن يتمكن منه. كيف؟ الجدر لن يقتلني؟ حسب ما أعرف، نعم، لن يتمكن منك. وما الفائدة الآن؟ ما الفائدة؟ لقد رحلوا، رحلوا. ليت السيد يفعل مثله. ربما انحسر الجدري، عدد الجنازات في نقصان. أنت ودعت أحبتك منذ زمن بعيد، وهي بالأمس ودعت وحيدها، وأنا ودعت أبنائي داعيا لله أن ينجيهم، ولا ندري من منا سيلاقيهم أولا. كلامك صحيح، كل ودع أحبته ولا ندري.
طريق العودة طويل طويل؟ نعم طويل وقاس. آه يا سيد، ذهبوا بعيدا وفي بالهم أني ميت. أعرف إن كنت سأراهم مرة ثانية. هم أحياء، أحياء لم يدفنوا هنا. وما الفرق؟ البعيد كالميت. نعم البعيد كالميت. عندما يعود العيد والمطر ويرتفع غناء البنات في هذا الوادي، كل شيء سيصبح قريبا وقريبا جدا. أسمعت يقول العيد والمطر؟ إنهم بعيد بعيد، هناك خلف الجبال حيث النخيل والماء. هل حل بهم ما حل بنا؟ هل هي هناك أم أنها رحلت مثلما ترحل كل الأشياء من حولنا؟ أنت جئت إلى هذا الوادي برغبتك، وهي مقيمة في هذا الوادي برغبتها، وأنا دفنت حيا برغبتي، والجدري من خلف كل ذلك. طريق العودة بعيد بعيد، طريق طويل. أين مني تلك الجبال؟ هل تزوجت؟ هل أنجبت؟ هل أحبته مثل حبها لي؟ يا لهذا المرار، متى تنتهي هذه الحكاية؟ ليته ينهض من قبره مثلك. لعلهم ذهبوا بعيدا حيث لا جدري، لا بكاء ولا عويل. ما الوقت الآن؟ وماذا يهم؟ هل تسمعون الغناء؟ هل تسمعون الغناء؟ إنه نواح بكاء. لا لا، بل هو غناء غناء. نم نم يا سيد، يرحمك الله يا بني. ما الوقت الآن؟ ما الوقت الآن؟ إنه وقت الشروق. نعم إنها البداية.